موضوع تكريم المرأة السورية بالذات خلينا نقول يظهر يعني الفعالية تظهر مدى تقدير واحترام الشعب السوري للمرأة السورية، لأنه هي تحملت العبء الأكبر بهذه الأزمة وقدمت كثير للشعب السوري، بالإضافة ببناء المجتمع ساهمت بكثير فعاليات، فنحن من حق علينا أنه نحن نكرمها. السيدة هي أم الشهداء وهي أم الأبطال وهي صانعة الفعاليات الاجتماعية في بلدنا الحبيب سوريا. اليوم نحن عم نجتمع مع وجوه مميزة من المجتمع السوري التقوا هون بأحدى المطاعم السورية للتأكيد على دور المرأة السورية. المرأة السورية لم تترك مجتمعها، بل على العكس زادت من قوتها وزادت من صلابتها في هذه الحرب القوية القذرة على سوريا. المرأة هي أم الشهيد وهي أم الأبطال وهي لها دور أساسي ومحفز في المجتمع السوري في توعية المجتمع. هي بتوجه أطفالها، هي بتوجه زوجها، هي بتوجه مجتمعها. بتأمل أنا من هالصبايا وهالشباب إنه يتابعوا مسيرة النساء وإنه ياخذوا دورهم بهالحياة وتكون عون للرجل إلى جانبه وليس وراءه.